بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل شرح مقرر تنظيم حاسبات 2. نحن في الباب الأول Central Processing Unit، وفيه نذهب معا إلى الدرس التالي. Chapter 1 Lecture 10 Arithmetic Stack Evaluation. في هذا الدرس نعرف كيف نستفيد من تنظيم الستاك لإجراء العمليات الحسابية. أحد الفوائد التي كنا قد ذكرناها لاستخدام تنظيم الستاك هي أنه useful للتعامل مع compound arithmetic operations، أي أنه مفيد في تنفيذ العمليات الحسابية المركبة. سنرى في هذا الدرس كيف نقوم بتقييم العمليات الحسابية باستخدام تنظيم الستاك. إذن التوبيك الرئيسي Arithmetic Stack Evaluation. طيب، لنقوم بإجراء Arithmetic Stack Evaluation هنالك ثلاث خطوات. هذه الستيبس هي كالآتي: أولاً الحصول على الفاليو، get value. الفاليو إما أن تكون داتا وإما أن تكون operation. If value is data then push data. إذا كانت الفاليو التي تحصلت عليها هي بيانات، أدخلها داخل الستاك، أعمل لها بوش. عملية البوش هي عملية كتابة الداتا داخل الستاك. طيب، إذا لم تكن داتا فإنها تكون operation. Else if value is operation فعليك بعمل اثنين بوبس وراء بعض: بوب evaluate and push the result. إذا كنا نذكر طريقة عمل الستاك، عمليتين البوب الاثنين وراء بعض هي كأنها استدعاء للبيانات التي إلى يسار الأوبريتر. Evaluate هي عملية إجراء العملية، Push هي عملية استبدال التو أوبرانس والأوبريتر بالريزلت وإعادة كتابتها داخل الستاك. المثال التالي يشرح كيف ننفذ هذه الستيبس لإجراء عملية Arithmetic Stack Evaluation. Example: نعود إلى المثال الذي يصاحبنا منذ أكثر من درس. Use a stack to evaluate 3 ضرب 4 زائد 5 ضرب 6. طيب، أي نوع من النوتيشن هذا؟ طبعاً هذا هو النوع المعتاد الذي تعودنا عليه، وهو الإنفكس. الستاك لا يتعامل مع الإنفكس وإنما يتعامل مع البوستفكس أو الريفيرس بوليش نوتيشن. إذن أول شيء، إذا كان هنالك سؤال من شكلة هذا المثال، أول شيء يجب أن تقوم بتحويل الانفيكس إلى بوستفيكس أو إلى RBN. وعرفنا أن تحويل 3 ضرب 4 زائد 5 ضرب 6 إلى RBN تعطي هذه الإكسبريشن: 3 4 ضرب 5 6 ضرب جمع. هذه هي الإكسبريشن التي يقوم الستاك بإيجاد قيمتها. كيف يفعل الستاك ذلك؟ باتباع الخطوات الثلاث التي في الأعلى. هذه الخطوات Evaluation Steps. طيب، ماذا تقول الخطوات؟ بعد أن يصبح لديك Postfix، وهذا هو 3 4 ضرب 5 6 ضرب جمع،
سنذهب من اليسار إلى اليمين. كما نعرف الستاك يقوم بالإيفاليويشن بنفس الطريقة التي شرحناها سابقا وهي scan the expression from left to right. طيب when I scan I get either data or operation. So first I scan from this direction, then I get the 3. 3 is the data. رسمنا عدد لحالات الستاك تساوي عدد الايتمز الموجودة في هذا الـ RBN. كم ايتم في هذا الـ RBN؟ 1 2 3 4 5 6 7. جميع الايتمز سواء كانت داتا او اوبريشن نحسبها ونرسم حالات للستاك مساوية لها حتى نعرف في كل حالة كيف يكون شكل الستاك، ثم نقوم بتنفيذ الستيبس الموضحة أعلى. طيب في الحالة الأولى نظرنا إلى الإكسبريشن فوجدنا الثلاثة. الثلاثة هي داتا. إيش نعمل للداتا؟ if value is data push data. هذه داتا عملنا لها بوش فنزلت في أول موقع في الستاك، والستاك بوينتر يؤشر لهذا الموقع هو الموقع الأعلى في الستاك. ثم وصلنا النظر في الإكسبريشن فوجدنا الأربع. هذه الأربع، الأربع داتا. إيش نعمل؟ بوش داتا. إذن الأربعة تنزل في الموقع الأعلى والستاك بوينتر يؤشر إلى عنوانها. ثم نظرنا في الإكسبريشن فوجدنا الضرب. الضرب أوبريشن. إذا وجدت أوبريشن، if value is operation تجيف، تعمل 2 بوب. 2 بوب سيأتوا لنا بما أدخلناه سابقا. هذا بوب، يحصل بوب للأربعة، بوب this، then بوب this، then multiply وناتج الضرب 4 في 3 ب 12، then push the result. لما نعمل بوب للأربعة والثلاثة الستاك بوينتر هيمشي تحت في بداية العناوين. لما نعمل بوش للريزلت ال 12 هتجي تحت في بداية العناوين. هذا موقع ال 12 والستاك بوينتر يؤشر إليه. ثم نواصل نجد الخمسة. الخمسة is data، then we push الخمسة في هذا الموقع أعلى الستاك والستاك بوينتر يؤشر لموقع الخمسة. ثم ننظر فنجد الستة. الستة data، نعمل لها بوش في أعلى الستاك. هذا هو أعلى موقع في الستاك. في هذه اللحظة الستاك فيه نتيجة ضرب سابق واثنين داتا هم الخمسة والستة. ثم ننظر فنجد operation ضرب نجيف، هو الستاك يقيف ويعمل 2 بوب. يحصل بوب للستة وتاني بوب للخمسة ويحصل ضرب للخمسة في ستة. الناتج هو 30. بعد أن سحبنا الستة والخمسة نزل الستاك بوينتر إلى هذا الموقع. إذن حاصل الضرب نضعه في هذا الموقع 30. لاحظ عند هذه اللحظة الستاك فيه حاصل ضرب سابق هو 12 وحاصل ضرب حالي هو 30. ثم ننظر في الـ RBN expression فنجد الجمع. الجمع operation. إذن سنعمل بوب لآخر قيم موجودة في الستاك ونجري عليها العملية وهي عملية الجمع. إذن حنعمل بوب لهذه الثلاثين وبوب لهذه الاثناشر ونجري اثناشر زائد ثلاثين. النتيجة 42. أين نضع الاثنين واربعين؟ في موقع الستاك بوينتر. الستاك بوينتر بعد أن سحبنا الثلاثين والاثناشر كان في هذا الموقع. إذن نضع الناتج في هذا
الموضع. والآن بعد 7 من الحالات المختلفة للستاك، وعدد الحالات يساوي عدد الايتمز الموجودة في الـ RBN Expression، وصلنا إلى قيمة الـ Arithmetic Operation. لذلك قلنا أن الستاك مفيد عند التعامل مع العمليات الحسابية المركبة. لماذا؟ لأنه بعمليات البوش والبوب يسلك نفس السلوك الذي عملناه عندما تعاملنا مع الـ RBN Evaluation، وهو الإسكان من اليسار إلى اليمين والتعامل مع البيانات بإدخالها في الستاك إذا كانت داتا، وبسحبها مرة أخرى وإجراء العملية عليها متى ما قابلتنا عملية يراد إجراءها. Arithmetic Stack Evaluation Exercise. نريد منك الآن أن تفكر في حل هذه المسألة. Use the stack to evaluate this expression. This expression, of course, is in fixed notation. أول شيء أنت تحتاج أن تحولها إلى RBN، ثم تتبع الستيبس التي شرحناها قبل قليل للتعامل معها بتنظيم الستاك. يعني تحويل هذه الاكسبريشن من انفكس إلى RBN يحتاج منك التعامل مع أقواس داخلية وأقواس خارجية، وانتبه بأنك في تعاملك مع هذه الأقواس يجب أن تعطي الأولوية للضرب والقسمة قبل الجمع والطرح في القوس المعني. بعد أن تحول هذه الإكسبريشن إلى RBN ستطلع معك عدد من الأيتيمز في الـ RBN إكسبريشن. ستقوم برسم حالات ستاك مكررة بعدد هذه الأيتيمز التي حصلت عليها في الـ RBN، ثم تعمل سكان للإكسبريشن من اليسار إلى اليمين وتتعامل مع الأيتيمز وفقا لنوع. إذا كانت داتا تعمل لها بوش، وإذا حصلت أوبريشن ترجع تعمل بوب لآخر 2 آيتمز موجودة في الستاك، وتستعيد بناتج العملية لتضعه في الستاك مرة أخرى وتواصل الإسكان كما شرحنا في المثال السابق. نرجو أن تجرب هذا التمرين لتعرف كيف تتعامل مع الإكسبريشنز بتحويلها من نوتيشن إلى آخر، ثم كيف تطبق خطوات الستاك إيفاليويشن للأريثمتيك أوبريشنز. ونلتقي في الدرس القادم.